See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده. الحلقه بتاعتنا النهارده هنعمل تريلر رياكشن للاوفيشال تريلر بتاعنا لفيلم على الزيرو. فيلم على الزيرو هو الفيلم اللي هينزل المفروض في موسم الصيف، تقريبا هينزل يوم 2 اغسطس، هينزل مع مرق البريمو، ومرق البريمو برضه نزل له الاوفيشال تريلر. ان شاء الله باذن الله هنعمل الحلقه بتاعته بعد الحلقه دي تريلر رياكشن. احنا اوريدي اتكلمنا قبل كده في الكاست ان التاليف ليه محمد العدل ومن اخراج محمد جمال العدل، وطبعا من بطوله محمد رمضان ونيلي كريم وشريف دسوقي وجمال مراد وخالد الصاوي. فاحنا عايزين نخش على طول في الاوفيشال تريلر لان الكاست اوريدي كنا اتكلمنا عنه. وانا بصراحه لما جيت عملت له تيزر رياكشن صراحه ما عجبنيش قوي التيزر، يعني اتمنى ان الفيلم ده يوضح شويه حاجات موجوده في الفيلم، ما يبقاش هو نفس الستيريوتايبنج بتاع محمد رمضان. اتمنى ان هو يكون قدم لنا حاجه جديده شويه الى حد ما في التريلر ده، وقدم لنا حاجه جديده في الفيلم ده كمان. طبعا كان انا ما شفتش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي لاول مره على الزيرو. يلا بينا. عارف ابنك عنده ايه ومحتاج ليه؟ امال ايه عندكم هنا تكلف قد ايه تقريبا؟ ابو كذا. مش اسمك حمزه برضو؟ خير في ايه؟ لا كله خير. بيدلعوني بدراجون. دراجون؟ اركب الحمد دراجون دراجون. كلنا بندعيك. طب الناس هنا كويسين؟ مش هبيع نفسي بفلوس. هناخد منه 10 اضعاف اكتر من اي زبون تاني. تعرف انك لما تكبر وابقى انا راجل عجوز انت اللي هتاخد بالك مني؟ ممكن نفسي اشوف ماما. تاخد بالك من ابنك، ربنا عالم لو كنت خلفت واد ما كنتش احبه قد يوسف. تروح اسمه عروفه ده كلهم كلاب وناس كلاب يا غبيه. ده غلبة يا مريم. لا بس جدعان هو واقف قدامك هو بيقول لك حد الله بينا وبين الحرام. ما تيجي نحلق على الزيرو على الزيرو على الزيرو على الزيرو. طب انا عايز اشوف راجل يقرب من اوضه العمليات. قول لهم طول ما انت معايا ما تخافش. اوكي يا جماعه، كانطباع اولي للاوفيشال تريلر بتاع فيلم على الزيرو، انا بصراحه هو انا اسال سؤال معلش، يعني هو صعب، هل صعب على محمد رمضان ان هو يقدم لنا حاجه جديده؟ يعني ده اللي انا بجد حقيقي مش قادر افهمه. يعني ليه محمد رمضان دايما مصر ان هو يقدم لنا نوعيه الافلام دي او نوعيه المسلسلات دي؟ يعني انا بجد انا مش قادر افهم. يعني انا ليه حاسس ان انا شايف ميكس ما بين الديزل، ما بين ميكس ما بين هارلي اكتر؟ يعني حاسس ان زي ما برضو كنت قايل في التيزر رياكشن المكان اللي هم قاعدين فيه نفس المكان، تحس ان هو اللي صور له فيه هارلي. يعني برضو القصه ستيريوتايبنج فشخ، ما فيش اي حاجه جديده يا جماعه. عنده عيل وابنه تعبان، عنده كانسر تقريبا، وبعد كده بيبدا ان هو يتورط في عمليات هو مش عاوز ان هو يتورط فيها، وبعد كده هيضطر ان هو عاوز يعالج ابنه. يا جماعه قصه ستيريوتايبنج فشخ. يعني احداث الفيلم اوريدي محروقه في التريلر، واحداث الفيلم من كتر ما الواحد شاف افلام يعني بقى خلاص فاهم البلوت هيمشي ازاي والفيلم هيمشي ازاي وهينتهي على ايه. فليه الحلبي؟ انا عن نفسي شايف من وجهه نظري ان الفيلم ده هينجح نجاح بسيط، مش النجاح اللي هو يعني ما اعتقدش ان الفيلم ده ممكن يعدي 30 مليون مثلا او 35 مليون. ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش الفيلم ده هيجيب فلوس اصلا، ما اعتقدش هيجيب ايرادات. يعني لان بصراحه خلاص يعني القصه بقينا فاهمينها وحافظينها وشاربنا وشفناها كتير في افلام تانية سواء محمد رمضان او مش محمد رمضان. فليه فكره ان هو مش عايز يجدد؟ بجد حاجه من الحاجات اللي بجد مستفزاني جدا. هو بصراحة أنا ترقبي للفيلم ده 4/10 مش أكتر من كده. يعني أنا مفيش أي حاجة في التريلر يعني مدياني الإحساس إن أنا عاوز أدفع تيكت وأخش أتفرج على الفيلم ده بصراحة، غير إن أنا أخش أدفع ممكن أخش أدفع تيكت عشان أعمله ريفيو، إنما أخش أدفع تيكت عشان أستمتع بالفيلم أنا مش شايف أي نوع من أنواع الاستمتاع بصراحة. بس دي كانت حلقتنا في التريلر رياكشن بتاعنا فيلم على الزيرو. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانلز التانيه اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي. طول ما انت معايا ما تخافش.
ما تيجي نحلق عالزيرو عالزيرو عالزيرو.